ويمكن الحديث والشغل الشاغل دلوقتي مش بس المصريين، للعالم كله، هو القطاع الاقتصادي تحديدا. ولما بنتكلم على الاقتصاد لازم نتكلم على السياسات النقدية للبنوك المركزية في الدول. امبارح لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري قررت تثبيت سعر الفايدة، وده يمكن كان في أول اجتماع للجنة برئاسة حسن عبد الله القائم بأعمال محافظ البنك المركزي بعد صدور قرار يعني تعيينه كقائم بالأعمال. إيه هي أسباب الإبقاء على سعر الفايدة وإيه تأثيره على استقرار الأسعار بشكل عام؟ ده اللي احنا هنعرفه بالتفصيل من ضيفنا الأستاذ أحمد بيومي الباحث بوحدة الاقتصاد والطاقة بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية اللي مشرفنا في صباح الخير يا مصر. صباح الخير يا أستاذ. صباح الخير. يعني في البداية عاوز أعرف حضرتك، شفت امبارح اجتماع المركزي إزاي تحت قيادة حسن عبد الله؟ يعني البنك المركزي، لجنة السياسات النقدية في البنك المركزي هي لجنة مكونة من مجموعة من الأشخاص، هي اللي بتدير سعر الصرف أو بتدير سعر الفايدة في البنوك المصرية. فاللجنة دي مكونة من مجموعة وليس من فرد واحد، عشان بس الأول نفهم إن والمجموعة يعني دي يعني قرار تشاوري بيكون بالظبط كده. والمجموعة دي مكونة من أعضاء من البنك المركزي وأعضاء مستقلين كمان من الخارج خبراء. اللجنة ثبتت سعر الصرف للمرة الثانية على التوالي. الأسباب اللي بيها قالت اللجنة إن سعر الصرف ما يستاهلش إن هو يترفع كان مجموعة من الأسباب. السبب الأولاني هو إن هي شايفة تباطؤ في الاقتصاد العالمي بشكل عام، وتباطؤ في مصر دايما بتحب تاخد خطوة زيادة قبل الموضوع ما يحصل. شفنا ده زمان في الكورونا لما البنك المركزي نزل الفايدة 3% يعني 300 نقطة أساس في شهر مارس قبل ما تبتدي الأزمة العالمية بتاعة الكورونا تحصل وتبتدي الأسواق تقفل. فهو دايما بيحب ياخد خطوة استباقية. فوجهة النظر بتقول، وجهة النظر اللجنة شايفة، إن الأسواق العالمية أو الاقتصادات العالمية هتعاني من حالة من التباطؤ الاقتصادي في الفترة المقبلة. طبعا سببها إن البنوك الفيدرالية أو البنوك المركزية في العالم، بنك الفيدرالي الأمريكي والبنوك المركزية في العالم منها البنك المركزي الأوروبي، ابتدى ياخد إجراءات بالفعل لرفع أسعار الفائدة. رفع أسعار الفائدة بيعني إن السيولة اللي في السوق بتكون أقل. لما يبقى السيولة اللي في السوق أقل، أسعار معظم السلع بتنخفض، علشان السلع، هنا بتكلم على سلع مالية، أسواق المالية على سبيل المثال، بتنزل. بس كنت أقول لحضرتك احنا مش شايفين أي انخفاض للسلع دلوقتي. لا لا، هنا بتكلم على المنتجات المالية، يعني الأسهم مثلا. الاسواق بتتكلم على بورصه كده بالظبط. او الشركات هتجد صعوبه في الحصول على تمويل عشان تتوسع. فده بياخدنا لحته التباطؤ الاقتصادي العالمي. فهو دي اول سبب ان المركزي المصري او لجنه السياسات النقديه بالبنك المركزي المصري ترى ان يوجد احتمال لتباطؤ عالمي لا يستدعي رفع لسعر الفائده في الوقت الحالي، وعلشان كده ثبتناه. طيب السبب الثاني، إن أصلاً الارتفاع في الأسعار عالمياً سببه أزمة جيوسياسية بتحصل في منطقة أوروبا اللي هي الحرب الروسية الأوكرانية، وفي جزء منها خاص بتعطل سلاسل التوريد وتأخر سفن الشحن. لسه هتتفاقم، البعض بيتوقع أنها تتفاقم بسبب النزاع اللي موجود ما بين الصين وتايوان ودخول أمريكا في الموضوع. يعني ممكن تتفاقم طبعا، بحر المنطقة اللي ما بين المضيق ده الصين وتايوان ده مهم جدا في حركة التجارة العالمية، ممكن تتفاقم. لكن انا اعتقد ان الصين عندها من الذكاء ما يكفي ان هي مش هتجر العالم لازمه بالشكل ده، خصوصا في الوقت الحالي. يعني اعتقد ان الصين شافت روسيا واوكرانيا وشافت الوضع الاقتصادي اللي حصل، والصين لن تتنازل عن المكتسبات الاقتصاديه اللي حققتها في الوضع الحالي. لان حدوث ازمه ما بين الصين وتايوان هي تعني ازمه ما بين الصين وامريكا، فدي كارثه بقى. ننسى خالص الحرب ما بين روسيا واوكرانيا، دول دولتين اقتصادهم ضعيف اصلا. نتكلم بقى الصين وامريكا، دول اكبر اقتصادين في العالم، فدي ازمه، يعني ازمه ما حصلتش في الكوكب ده قبل كده. طيب السبب الثاني اللي هو ان الاسعار اصلا سبب الزياده فيها مش الطلب، مش جانب الطلب، الجانب نقص العرض. وده لا يعني ان في سيوله كتير، احنا لما بنقول تضخم بنقول ان في سيوله كتير في السوق بتطارد مجموعه قليله من السلع، عشان كده الاسعار بتزيد. لكن هو السبب في التضخم هنا هو التضخم نتيجة انخفاض المعروض وليس زيادة في المطلوب. وده البنوك المركزية في العالم بتحاول تعمله، ان هي انها بتحاول تقلل الطلب شوية وتزود العرض شوية. تمام؟ طيب السبب الثالث هي ان معدلات البطالة في مصر
مستقرة عند 7.2%، ما حصلش فيها تغيير، وده يعني بيأكد ان الاقتصاد المصري مش محتاج لرفع الاسعار الفائدة في الوقت الحالي، لان اي رفع الاسعار الفائدة قد يدفع المعدل ده للزيادة، لان طبعا رفع سعر الفائدة يعني صعوبة الحصول على تمويل، فالشركات هتسرح ناس هتستغنى عنهم. والسبب الرابع هو ان معدلات التضخم الحالية 13.4% مستقرة في الوقت الحالي ولا وما بيحصلش فيها زيادة، فالمركزي فضل ان هو بدل ما ياخد اجراء استباقي برفع سعر الفائدة في الوقت الحالي ويضيق على الناس، بيسموها سياسة نقدية تشددية، ان هو لا يستنى لحد ما يشوف الوضع الاقتصاد العالمي هيمشي ازاي، ومعدلات التضخم لو ابتدت تزيد مرة اخرى ممكن يعود الى الرفع مرة اخرى. طيب، تم تعيين قائم بأعمال محافظ البنك المركزي حسن عبد الله، عنده يعني تاريخ كبير قوي في عالم المصارف، كان عضو مجلس إدارة الاتحاد المصرفي العربي والفرنسي من 1988، تاريخ طويل قوي في الحياة المصرفية عامة. شايف السياسات المصرفية الجديدة إزاي في عهد المصرفي حسن عبد الله؟ يعني الحقيقه ان طبعا انا بوجه له كل التحيه والتقدير، ويعني ربنا يعينه على المسؤوليه الكبيره اللي حاليا موجوده في البلد. الحقيقه ان هو اعتقد ان واحد من اهم النقط المطروحه في اجنده البنك المركزي هو توفير النقد الاجنبي. ولما بنتكلم عن توفير النقد الاجنبي فهنا بنتكلم عن تعزيز الاحتياطيات من العملات الاجنبيه، بنتكلم عن جذب استثمارات أجنبية بشكل عام، سواء استثمار مباشر أو استثمار غير مباشر في أدوات الدين المصرية. واللي عشان يعمل دول، عشان يعمل النقطتين دول، هو يوفر النقد الأجنبي اللي هي أهم نقطة في البلاد. هو محتاج إن هو يدير ده باستخدام أسعار الفائدة وسعر صرف الجنيه المصري. فهو الحقيقة دي النقاط المطروحة على طاولة البنك المركزي، واللي اعتقد ان البنك المركزي هيعيد حساباته مره اخرى، هيبص على كل المتغيرات اللي موجوده، حجم السيوله بالسوق المصري، حجم الودائع بالسوق المصري، حجم نسبه القروض في السوق المصري، معدلات الصرف الحاليه، معدلات الاستثمار الاجنبي غير المباشر اللي هي استثمارات في ادوات الدين او بيسموها الاموال الساخنه، قد ايه منها موجود في مصر، هل هتكون الاستراتيجية ان احنا نجذب شوية منها في الوقت الحالي لحد الأزمة دي ما تعدي وبعدين نرجع لسياسات التسهيل النقدي مرة أخرى، ولا هل هنعيد تسعير سعر الصرف بشكل صحيح علشان نجذب استثمارات أجنبية، ولا هل هنركز على الاقتصاد الحقيقي ونروح ناحية الاستثمار الأجنبي المباشر من خلال بقى مساعدة الدولة في تطبيق سياسة وثيقة ملكية الدولة بالتخارج من بعض الشركات المملوكة للقطاع العام إلى مستثمرين أجانب يضيفوا ليها في الخبرات، ولا لا احنا نروح نجذب شركات أجنبية تفتح شركات جديدة من الأول بيسموها جرين فيلد انفستمنت، إن هي تيجي للسوق المصري تبتدي من جديد بدلا من إني أطرح مجموعة من الشركات المملوكة للقطاع العام الحالية للقطاع الخاص. وطبعا واحدة من أهم الأولويات اللي موجودة هو الحفاظ على استقرار النظام المصرفي بالتأكد من أن البنوك المصرية تستوفي معايير السيولة المناسبة، تستوفي معايير قاعدة رأس المال المناسبة، قادرة على الوفاء بطلبات واحتياجات العملاء. وطبعا احنا عارفين أن البنك المركزي المصري هو الضامن لجميع الودائع الموجودة في مصر بعكس دول أخرى في العالم، يعني في الولايات المتحدة الأمريكية على سبيل المثال البنوك يقع على عاتقها التأمين على ودائعها بنسبة معينة، لكن البنك المصري وفقا للقانون بيضمن جميع الأموال المودعين الموجودة في البنوك المصرية بالكامل. ده بيدي أريحية حتى للبنوك لما تيجي تطلع قروض يعني أو بالزبط. ما شابه ذلك يعني. لكن حضرتك يمكن تحدثت عن أمر غاية في الأهمية وهو فكرة النقد الأجنبي، لأن امبارح كان أثناء لقاء السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الأستاذ حسن عبد الله وجه بضرورة توفير مصادر متنوعة من النقد الأجنبي مع تطوير السياسات الخاصة بالنقد علشان تكون متواكبة مع المتغيرات الاقتصادية العالمية. شايف ده هيحصل إزاي؟ هل من خلال زي ما حضرتك ذكرت فكرة دعم الهوت ماني واللي أنا أجذب مزيد من يعني هذه الأموال الساخنة، ولا اللي أنا أدعم قطاع الاستثمار وقطاع الصناعة والتصنيع في مصر؟ هو يعني الحقيقة أنا أعتقد أن هو هيشتغل على كل المحاور مع بعض، لأن هي مكملة لبعض. يعني طبعا
قطاع الصناعه والتصنيع والاستثمار في مصر هو اولويه قصوى في الوقت الحالي بالنسبه للدوله وبالنسبه للبنك المركزي اللي بيشارك في وضع سياسات الدوله. مبادرات البنك المركزي اللي مطبقها لدعم القطاع الصناعي من سنوات اللي هي 200 مليار جنيه واللي بقت 250 مليار جنيه لا زالت مستمره. المبادرات الخاصه بالقطاع العقاري اللي هي بالتمويل القطاع العقاري اللي هو بالمناسبه قطاع جرار بيجر صناعات كتير وراه لا زالت مستمره، واعتقد ان ال 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 البنك المركزي بنتكلم على التشييد والبناء بالظبط كده. ما هو التشييد والبناء ده مش بس البناء، تشييد البناء وراء الصناعات الاسمنتيه وراء الخدمات الحديد وراء التجهيزات اللي بتحصل في البيت وراء بقى السلع الالكترونيه، لان في الاخر هو مبنى بيتبني بس في سلسله من الطلبات اللي بتحصل صحيح. في السوق علشان افرشه. فانا اعتقد ان البنك المركزي هيركز اولا على دعم الاقتصاد الحقيقي المره دي، هيركز على توفير التمويل للمصانع، هيركز على حل ازمات المصانع المتعثره. هنبعد شويه عن الهوت ماني، دي نقطه بالظبط، هنبعد شويه عن الهوت ماني لان احنا طبعا لقينا ان الهوت بعد الازمه الناس كلها خدت الفلوس بتاعتها وراحت تستثمرها في بالزبط. يعني في دول دي السياسات الماضيه اللي كان بيتم الاعتماد عليها اكثر فكره الهوت ماني بالظبط. ولكن انا برضو عايز اقول ان هي الفكره نفسها مش غلط، لان مش غلط لكن تنويع مع المصادر صح، فكرة لكن التنويع مع الازمه اللي حصلت فجاه هي غير متوقعه فعلا، فهي دي كانت سبب من الاسباب ان يحصل يمكن سحب من هذه الأموال لحاجة تانية. طيب الرئيس شدد برضو على العمل على توفير يمكن المناخ المناسب للاستثمار، إزاي هنقدر نعمل ده وإزاي في ظل طبعا الظروف اللي احنا فيها؟ طيب المناخ المناسب للاستثمار، الأجانب في سنة 2015 لما حصلت أزمة في السيولة المحلية في عدد من الشركات قرر أن هو ينهي نشاطات أعماله في مصر ويخرج بره البلد. ليه؟ لان هو بيشتغل في مصر وبيكسب وعايز يحول الفلوس بتاعته دي لبره بالعملات الاجنبيه، فبيجي يحول الفلوس بتاعته ما بيلاقيش. لما حصل برنامج الاصلاح الاقتصادي في 2016 واصبح ان البنوك قادره على توفير النقد الاجنبي اللي بيطلبوه المستثمرين، فعادت الشركات دي مره اخرى، وشفنا طبعا شركات كتير جدا دخلت في قطاع النفط والطاقه، شركات دخلت صحيح. في قطاع انشاء الكهرباء. فتوفير سيولة أجنبية للشركات اللي هو ضمان الدخول والخروج، أنا مستثمر أجنبي معايا دولارات أنا داخل بيها مصر هحولها لجنيه وهأستثمر في القطاع المصري، لكن أنا هكسب أرباح والأرباح دي أنا محتاج أخرجها برا. فتوفير مصادر نقد أجنبي تضمن للمستثمرين دول إن هم يقدروا يخرجوا فلوسهم برا بشكل مناسب وبسرعة زي ما هم عايزين، فكرة التخارج ده أساسي بالظبط كده. طب الحاجة التانية توفير او ان يبقى في سهوله في الاجراءات الخاصه بالاستيراد والتصدير، الناس دي في الاخر عاوزه تشتري مواد خام بعضها من جوه وبعضها من بره على حسب سلاسل التوريد. حلو قوي. حضرتك هناك تحدثت في امر في غايه من الاهميه، فكره الاستيراد والتصدير، لان ده بيتطلب عمله صعبه. هتحل المشكله دي ازاي؟ دي اول حاجه. ثاني حاجه، ايه اللي بينقصنا اللي انا ما اخليش المحنه اللي موجوده في اوروبا تحديدا من حاليا، لان اغلب المصانع الكبرى في اوروبا دلوقتي بسبب نقص الغاز بتقفل، ليه ما يبقاش انا سوق جاذب لمثل هذه المصانع؟ عندي الارض وعندي اقدر ان انا اوفر له خامات، وغير اللي انا موقعي هو موقع لوجيستي للامدادات الخاصه في ظل برضو نقص الامدادات اللي موجوده، سلاسل الامداد اللي موجوده. انت بتتكلم هنا على المنطقه العربيه وبتتكلم كمان على افريقيا بالظبط. ايه اللي بينقص؟ طيب احنا ايه اللي بينقصنا؟ الحقيقه تقدر تعرفه من مؤشر سهوله الاعمال اللي هو المؤشر اللي بيصدر عن البنك الدولي الخاص بسهولة ممارسة الأعمال في مصر. احنا لازلنا عندنا بعض الإجراءات الروتينية اللي بتاخد وقت أطول في عمليات تأسيس الشركات، على الرغم أن رخصة الشركة بتطلع بسرعة في وقت قليل، ولكن التراخيص المصاحبة يعني أنا بطلع رخصة الشركة، أعتقد دي بقت أمر منتهي بتبعيتها المجلس الوزراء خلاص بالظبط، ولكن أنا النهاردة أسست الشركة لكن أنا محتاج موافقة من هيئة الدفاع المدني وموافقة من هيئة مش عارف الطيران وموافقة من هيئة كذا وموافقة من هيئة كذا، لو أنا بفتح قطاع غذائي بقى موافقة من هيئة سلامة الغذاء، ولو أنا فهي حلقة متواصلة. بس هو أنا مش وحدت كل ده بتبعيتها المجلس الوزراء ولا ما زالت لسه قائمة؟ هي متوحدة ولكن لازالت المؤسسات دي هي اللي بتقوم بدور لازالت المؤسسات دي هي اللي بتقوم، وعلشان كده السيد رئيس الوزراء اعلن عن حاجه اسمها رخصه ذهبيه، اللي هي رخصه اللي هو ايه لا انا هتاخد كل الموافقات والتراخيص دي مع بعض في باكج واحده اسمها الرخصه الذهبيه. فاحنا عندنا اول حاجه الجزء الخاص بسهوله ممارسه الاعمال اللي هو ان انا اسس شركه واحصل على الموافقات دي بشكل سريع يسير الكتروني. مش محتاج اروح ازور، انا بفتح في جنوب الوادي مش لازم اجي القاهره علشان اخاطر اطلع الشباك الموحد زي ما
اجراءات التقاضي. اجراءات التقاضي احنا عندنا عملنا فيها طفره كبيره طبعا، وبقى عندنا المحكمه القاهره اللي قادر يعني في اختصاص بالظبط اختصاص محكمه القاهره اللي بتحكم وفقا لاي قانون دولي. يعني انا ممكن انا راجل مستثمر اجنبي انجليزي هفتح مشروع في مصر، بس انا عايز ان انا في حاله التحكيم اتحكم قانون بلدي. قانون الانجليزي مثلا، فاصبح ان انا قادر ان انا وانا في القاهره محكمه موجوده هي طبعا ليها اسم بس انا مش فاكره، في محكمه موجوده قادره ان هي تحكم المشروع ده وفقا للقانون بتاع الدوله على حسب التعاقد يعني ما بين الناس. فده وفر مرونه كافيه للمستثمرين اللي داخلين ارض البلد ان هم يختاروا القانون المنظم لعمليات التقاضي في حاله النزاع لما بيحصل لهم مشكله. قوانين طبعا اللي طلعت في الفتره اللي فاتت زي الافلاس، انا حتى الان ما شفتش مشكله، انا عاوز اعرف ايه اللي بينقصنا. بالظبط احنا عندنا اول حاجه النقد الاجنبي ده لازم يتوفر. سهوله اجراءات الاستيراد والتصدير، يعني انا بدخل ماده خام، الماده الخام دي داخله المينا بتتفحص من كذا جهه، لو هي مواد كيميائيه بتتفحص من عديد من الجهات علشان يتاكدوا ان المواد دي مناسبه لغرض الصناعه ده ولن يتم استخدامها في صناعات اخرى. فالاجراءات دي بتاخد وقت، وفي بعض الشحنات بتتركن في المينا لفترات. وزاره الماليه عملت نافذه اللي هي بسجل الشحنه قبل ما توصل عشان ابقى عارفه مواصفات الشحنه واروح افحصها بشكل سريع، لكن احنا لسه الاجانب ما اختبروش الموضوع ده. عندنا حاجات تاني خاصه بالعماله الفنيه المصريه. طبعا احنا بنقول ان في عماله، احنا 103 مليون نسمه وعندنا عماله كتير، ولكن جوده العامل المصري ولا جوده العامل الاسيوي؟ انا كنت عشت سنتين او ثلاث سنين في كوريا الجنوبيه، الناس هناك بتشتغل 13 14 ساعه في اليوم، العامل متدرب في اعلى مراكز التدريب، المهندس هو مش عامل حقيقي، حريص جدا على الشغل، ملتزم جدا في الشغل، يعني السلوك العامل الاسيوي واللي بيخلي مصانع كتير تروح تفتح في اسيا. والله احنا اصبح عندنا الكفاءات ولو اديته الموارد الماليه هتلاقيه بيشتغل 24 ساعه في اليوم، ما بيوقفش شغله بصراحه. وانا بشوف ان هو ممكن مش لازم بعدد الساعات على قد بكفاءه، يعني ممكن صحيح. انت تشتغل 3 4 ساعات 8 ساعات لكن بكفاءتهم وكاملين هيديك نفس المردود. احنا لسه ما روجناش هي دي للكفاءه او الجوده بتاعه العامل المصري. في يعني في نهايه المستثمر اللي بيجي وبيجي على براند يعني في اسم، فهو عايز يتاكد من شويه حاجات لسه النظره القديمه موجوده عند الغرب، فبالتالي هو ما يعرفش المتغيرات اللي حصلت على الارض. كمان الازمه اللي احنا فيها يمكن خلت كل الناس عايزه تشتغل وكل الناس عايزه تنتج وكل الناس فاهمه انه لازم ندي لنفسنا اكتر ان احنا نتعلم فننتج اكتر عشان نقدر نواكب بالتطورات اللي بتحصل. بس احنا برضو لسه عندنا تحدي، احنا عندنا نقص في العماله المهنيه. وده اللي بيفسر لك ان في جامعات تكنولوجيه كتيره فتحت في الفتره اللي فاتت في مصر، اللي هي اللي بتدي درجه البكالوريوس المهني في وتخصص مجال صحيح. وتعليم فني اكيد بقينا نهتم بيه اكتر. كل الشكر ليك الاستاذ احمد بيومي الباحث بوحده الاقتصاد والطاقه المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجيه على وجودك معانا، نورتنا يا فندم. شكرا استاذ احمد وكل التوفيق، ودايما كده يعني بتسعدنا بالتحليل المنطقي لمجريات الامور الاقتصاديه تحديدا. شكرا استاذ احمد.